بارك الله فيك عبد الكريم وري احلام رمي كذا خدم هاني داخل مباشر وهاني دايس دين رواش ونسج طلبة يتجن يتكمن في غورين سند قليمان هذا سقسيغ احلام ممش البداية نم ومي ميتفك هذا اكمر نتغوري قليمان بالنسبة يماني باش ممش نسن مارا اللي ما نجم دولة يتجم معروفة انا معروفة في جامعات الناس معروفة سنحوي جدا بولا دعاونا بنادم ديال المستقبل وما انا غامش ماستاني غام شان يعني غام امكانية سكتا ان تسدي جن خدمة الصباح تسدي جن مستقبلي الصباح سويا بنادم يتخضع يعني الدولة تيري معروفة نعم يعني تخضع ذا ليمان على ود يتم الافق الناس ذا تم نعم بالجامعات معروفة ذايس نعم تصني شوية احلى من تبرونشي تفكادة تقلس كويسا ايكونومي ان شاء الله ان شاء الله الله يوفقك احلام يعني تما ثاجات الايكونومي ديال الجامعه ولكن خوك بدايه نم تما عاد رمزت اللغه الالمانيه باش تستمر ذاك تما الجامعه ممش توري البدايه نم خصوصا اميت جيد عام من مزوار القليمان شم متحن جات يعني غام فاميليا نم غام مرحبا بالنم ولكن يمكن وصلنا ما قاش مديني فاميليا نم ديني ولا قاش مديني وحده مس تما القليمان لن شقيرة فاميليينو نعم يعني الوالدين واقينا كيم لا نشتري غاختي نعم يعني الوالدين ما قاينا المغرب نعم يعني مش تولد يعني البداية النم يعني باش تحد تكمر تقولي النم ذ قولي ماني يعني تسمح دي الوالدين النم على ود باش ت ت ت ت تبعد تستمر دي صغوري النم ما مش البداية النم ما في بس رقيش صعوبة خصوصا أن كل طالب يلقى صعوبات النص لا من ناحية الفيزا ولا من ناحية اللغة ولا من ناحية نوطس انت مصريين ويمكن تما أي واحد يتمر سجن نوع الإكراهات الصعوبات باش دي غانق باش دي استمر كل غورينس دقليمان رخصي وش ما تخلي بداية مش ما أحلم ما بداية الحمد لله مليح جايت انا نبقى نغضي جن دولة اللغة واتجيبون اخسر نادم اكيس مسهم وانتصن حواجي اخسر نادم تيري غاس اللغة مليح نشينا نيري الطلبة يعني اخسر غان غيري نشينا ميني ذا اذا يخلق دكت حاجة انا بنادم ذي قطس مجهود باش تحسن اللغة الناس تحسن اتصن حواجي دكايت حواجة مصاريف اتصاريت حواجة نعم يعني تحتاج انا حان خدمت ان كنيت يتحتاج الدعم المادي الدعم المعنوي نعم من المويز الموغى سبور حق دي كطالب نعم دي عام اذو في زاني اذا نختيش ننزوى جيبو يعني اتصن حواج تغوات نسينشا اني بنا قبري دغاية سبانيتا اذي سقسا دي سنة اتصن مالو مثل جيبو دغاية وداني تاخمني غاي نعم بدنا ما جايج نفصل تصبح انا وزانا سنن مين دا نعم حق من المغاس المستقبل التاس ما رأي كمال ما شيخ السابنا ما دي سبعي التاس ذي كل مجهود التاس نانا دي سنمين داني تاوجبو نعم دور دينا ذا حفظ غاغوة هاوجبو كيف كيف نعم من الميخ صديقا صديق صغوري وهذه رقا نعم واخا احنا من غزار عبد الكريم دغيني ولا انت خل تجربة النس ولا انت الغاس والدي النس ذي التمت وخطو غاين تقول ايمان ولكن خوك غاين تستقرين ذي ثمثنا المغرب ولا انت قدان وجيو ذي النيت مال ولا انت تفكر باش ذي كمر في غوري النس تقول ايمان وانت غاس تمال الشعب الاعمال الاجتماعية ذي تقول ايمان سنة اولى سنة نستمز وارد عبد الكريم ما مش ميمي تخضى هذا الإيمان بالضبط اوكي شكرا لكم هدا بالنسبة للاختيار انو الإيمان وديو سيبوين شو حدي وهان شو تغير يعني فكرة انو كمراضي المغرب شو تغير التس يعني دي راح قرمينا كغواني بكالوريا ولكن العائلة انو يعني فاميليا انو تراجم دورضم قران دي الاختيار وانيتيا سيرتو الفاميليا انو تيري اندنتتي بكل إيمان يعني شجعنا ايه يعني تغطوال اندنتتي لابتلم التسن دار مغيودا يعني لا تسمى فاميليا ديال المغرب قان دانيتي شاني ني ليش يعني اننا ني من الاحسن جار باش كغاف اليمان التستاناتي يعني اذا تتي اليمان يعني جندو ليس صحنا مش نوت مثلا احلم بكواج من تشخوا بعد يعني الجامعات معروفين لازم عليك سيد سجل الدبلوم يعني ده سبحانه تنفع ولا سواء ديال كل ايمان ولا ديال المغرب
وإنما مش الاختيار إنه عاود تغادر نش عجبي الحال بالنسبة للوالدين إنه ما مش نتوقع الوالدين وغيره ذي كل إيمان لما تحت تست يعني تراه ترجع مغرض الإيمان خير خلينا نتعرف يعني تواصل في الإيمان تجين اللغة من السنين ناس يعني تقول يعني عجبي اللغة في الإيمان تتصف يعني عجبي أولا كلغة ثانيا بنادم لما ليش يعني الفقه أنه كامتحان زي يعني الشرط أنه تفضل الجامعة والإيمان تعني جن الامتحان ونشتمون فقه الغاب دولا يعني أطراف الإيمان يعني بغيت تكتشف وضع خدم النيل أنه الجامعات تكتشف وضع يعني من بلاد نقول عليه قابل كل إيمان بجن الدولة يعني أمثال هاتي يعني المين حديد شغل إيمان يعني الجامعات لومات يعني تصل الإمكانيات عم حضايا مغربي يعني سيغتو بنا نشي من الدياري بنهارة بنا نستوت مازيا ستوت العرب غانا قطون سيعة ودي المغرب الحمد لله نعني بعديش اللغة يعني عبعا اللغات يعني بنا ديش تحطس وإن مرة روح غان فرنسا يعني فرنسا قطعنا دي المغرب برا راح تسفرنس يعني دي عمال الجامعة يعني نهارة دي دار البيزار يعني بدا تسنت دم المغرب وإنما أزوج اللغة المغني يعني يعني غريبة شوية خارج النغ في أظن شيء بسبانيا بمش يعني قرانا دي الأدب إسبانيا غانا دي الأدب تطوالي كنت هالي ما نزيج نحاجة تانية يعني تزو شويت نتمارا شويت نوم كذا باش تستمر الديت غوري نش الله شي وخفقا بي مش توري ذا تسمى عبد الكريم تورا تسمى خميني تسمى الطلبة خميت فكرة انا ذا كمان في غوري نسندي اوروبا يعني رقان شويت المشاكل شويت الصعوبات خصوصا باش تندمج داك اللغة باش تسند اللغة باش تديري الاحتكاك حتك الثقافة يجن ذي كدول نغني خصوصا كمني وكطلبة يعني يقصح ديري يجن الثقافة المغربية الثقافة الألمانية يعني تيري يجن نوع من الصعوبة حتى باش بنادم هذه استمر راك ديرها تانس ديجن الدولات ما تو خاص السين قايني وخاص السين وليش حاجة يلا كبداية ما مش توريد يعني الطلبة ديني ما مش صعوبة ترقان لا بالنسبة للاحتكاك نسن الثقافة الألمانية ولا بالنسبة الصعوبة نغني المشاكل نغني يتجن خصوصا مكر الشعبة إلا وغاس تما ثقافة الناس إلا وغاس لغة الناس وبأكيد يعني طالب الجامعة يخمني غي تما دي بذاك بداية دي جن دولة لابد تخسري غا اللغة يمسوا وكنيو يعني الشك تغريد يعني اللغة الألمانية يعني رفقة قاذ الشعب الأعمال الاجتماعية وأحلام يلا قد بدا دي تما دي اللغة الناس الألمانية باش أتك الشعب الاقتصاد فمش تولي دي يعني دي مانايا عبد الكريم وأكيد توش ما ورد مش نيل يعني أبار المشاكل المادية المشاكل المالية قيمة المشكل أنه اللغة الثقافة المادن ما إتاجي كيج البلد أنا وتبغوني أنت ونش تولي يعني التصميم صار عندي تصميم المغرب يعني تفنيج المشكل ضم قرانك اللغة أما أنه أي يمكن تلميذ نتوغاز البكالوريا يعني تعني إنجاز الدسبحاني سوطة زي المواد نغني حتى دي المواد اللغوية سبونتي كلغة أجنبية ثم دو عرض أولا فاقران جش وإنما خميدي تسغو ليمان يعني تغيمة اللغة وهي يعني بنا المخا يعني اللغة صعب ولكن تغيمة باللغة بنا المرا يغرى يطار يلقى الكتب يلقى يعني الأخبار في اللغة النية أتت تعقد ما يمين له ولكن أنا يعني خميدي أنت نشيت بقى أنا شوية الفشل أمو خمي ممشتني لأك تقد يعني أنت زد أنت بشان شوية يعني وتوكس إنه مصادي تمعصنا طالب الأجنبي يعني ما يجن توخس نغني يجن تقف عن نغني يتم مختلفة خدني النغني مختلفة هو يعني عاصم جاش حشان حاجة النغني يعني شن مختلف يعني ماني طاحن نمو التصنح ويش ولكن يعني او خايم نبن هذا ما يضيق قيمة ديك شوين المجهود يعني دان تضيق التصنح ويش من المدس نيرن من هارا منشن الوسائل يعني التواصل الاجتماعي وسعة التصنح من المعصة التصنح الإمكانيات من المخصص شوين المجهود وهب من المريكا يعني المجهود أذي أوض يعني أذي كتنا حاجة وكسن حاجة قيمة شان حاجة دوعة وبالنسبة من أي المشاكل يعني اللغوية المشاكل اللي قبل المكتقات شوية يعني نحويش غريبين يعني كمجتمع نغني يعني الشين دي المغرب مجتمع محافظ مجتمع نغني يعني لشان نحويش الشديد خانة الشين ولكن أمحضر خصي واجبون مشاكل الحواج النظام مني أخص أطرنت وإنما أنت أدي كذير عقلي في اللي يستجن الهدف يعني أدي حقق يعني يستجن هذا الدراسة يعني ذوني قيمة ذي الأولوية واجبو شان حاجة النغني يعني ومنش تفكارن يعني نهارا يمحضان أدس ندخل من أدكن شان حاجة النغني يعني أخص بتفكار شيء مني وإنما أدس كان يعني واجبو شان شتاقة يعني نومشان أخص مصطر ني غزان يعني إن ديوين دي يخطن سن خرق داني تاتي يعني بدأ بلا ما يدفك عليه زكيج البلد المغني زكيج دماغ المغني يعني طاقة تانيس وحدث يعني هذه تسكى سوطس نحوائي شحما هذه وضغزة يعني واجبو يعني
هذيك كامله. نعم واخا متغى احلام احلام بالنسبه لتما ثحنجات يعني مش توريت من خلال التجربه نم تما باش تمسبوا داك الوالدين نس احيما تحت غادي شندونا من المغرب ني غير ثم هنغ يمكن انت يعني اغلبيه تحنجرين تما يمكن ديريج الانتقال زين دي تغن نغنيز يعني تريج زياره مستمره كل 15 يوم كل شهر كل شهرين يعني لكن باش تحنجا تطيح على الخارج تكمل في غوري النس واخا قد جا فاميليا جا حباب النس ولكن باش تمسبط اكل الوالدين النس تما يمكن يتصح وربما تحنجا تري غاس 18 سنه 19 سنه يعني 20 قاع سنه تما تما شنو كتجربه النم ما مش يعني ما هو ترقيض يعني من ناحيه يعني الامس بديك الوالدين النم خصوصا باش تحي ما تحد تستمر هذه غوري النم باش تكمل تغوري المدلمان. الو احلام. الو. نعم وقرا السريده يا سي. حقا بنادمي لقى صعوبات كفاميليا وامزوان خصها تستحمد الوالدين النم تستحمد باللي خصها بنادم اللي في كادي المستقبل الناس تصنع حوايج بالنسبه لي تحرات يقصح سواطس يعني تحت ما لا تمشي مش تستند شاب اقرائيا ككل دارسين غاسني يقصح شوية تصفح تحرم تختمي ليا مع واخا يمني واخا يمني فوات روح واخا تيوض الدراني انت واخا تيوض الدراني انت قاش مغاسل ليا مش هو غنمارس لقيت شان مشاكلني وغنبوشون وغنبو وزما تحت تضغط وحدة مني وتجيب ما تحرم غاسل تصن مع انه رخصه كنظن المجتمع يعني محرم محرنت يعني وقيمشه يعني تحرنت اللات خاص ديري تحطو خاص كتار خو حنجر انت خو يعني ديني مساواه وحرام طحنت ولكن مع ذلك يعني سوي اول تجربه بالنسبه لحنجات باش تفخ الوالدين النس طحار على اوروبا باش تكمل في غورينس ثاني تريج المرحله تقصح لا بالنسبه للتات ولا بالنسبه للوالدين النس يعني مش ممش تجربه ما احلم يعني مش كي تسقن على الوالدين النم حيما تكمل تغوري النم دي دي الخارج ما مش طموح النم ما مش تغزات غزات بالنسبة للدراسة النم غير استمرار النم ديك الدراسة ديال الإيمان نفس الفكرة تغا فكرة مخاتي دويا مخاتي نعم نهني سقن على الوالدين نو يعني واخا نشتغا غالي رغبة أنني دا سقني تا مش هو زما نتمنى أنني الوالدين نو لا صافي لا نعم وكيسنك غاتصنك ولكن الإرادة النم يعني شنو يخصن نعم باش عاود اختيار انا وزما تاثر والدي النم على نهني واحسن خاطر واحسن نعم مرة غندير فاميليا النم حاول نسقن عند سنبيلين شهاري اغاري لي مستقبل حسن نعم مرة غريغ دانيتا تيريج نحاس تنغني نعم نعم يد وحدة ما كتفقص تيت يشوفو صويت فاتشات تيت يعني خاصة ديريج الدعم بالنسبة للدعم المادي ولا الدعم المال المعنوي والدعم المعنوي يمكن على كثر يمكن المادي تفذ المادة ولكن المعنوي يمكن يجن العملة نادرة تسمى التقريتش نزمع سنينة واخا السكسي عبد الحكي عبد الكريم خل تسمى ديني نتاف طلبة يعني بمجرد تسمى ديريج البداية للدراسة نسن لابد انت في الطالب بمجرد هذه في جنت ساعة اثنين ساعة في النغج نهار وذي ثقة لابد يتبروفيتاي تما مش اسم قانشي اسم زيخت تما يتحاول هذه يخدم تما دي يعني شوية نخدمس تما في ساعتين نص نخدمس فمش توري ذا عبد الكريم يعني باش توفق جات دراسة در خدمس خصوصا وقيل ورش تخدمت شوية ثاني شوية في ساعتين نخدمس فمش توري تشك يعني كطالب يعني تخيس بنادم تسمى هذه رهاك ثغوري نسوها هذه رهاك الثيمس لين يتعلق الدراسة نسوها لكن مع ذلك انت بمجرد ذيك نغاتك يجنو صوري سواء انضم حضان يحتم حضاث غال دراسة نس لابد ستر حد ذيك مرت سرخدمة فمين ميزة مال الطالب ونغ طالب الجامعي نغ محضاري قاندي المستوى الجامعي
ناخذي تسمى لي لافاك لابد يتكمارس الخدمة لابد تخصص لي خدم السفد الحد ما حما دي عمر وقت الناس نيغ حما زمان اني باش هذه كمرت مال تيم سنيني تخص دراسة النص من الناحية المادية واخوتي معايا ولدها خدمت يعني والدتي بعدا ليش المشكلة بعدا معناها اللي مش لقيت لها تجينا على المشاكل يعني اللي تعانت بحضايا مغربين غاية بحضايا تستطيع الدراسة بالكليمان المشكلة لأنه تحوج التصل المصاعب يعني باش هذا غادا تجي الكليمان تحوج يعني المصاعب تيم قرانين أنه بنادم هذه خطة التأمين الصحي تكورشها تحوج يعني الدورة الدراسية للجامعة خطة الكورس تشوها يعني خطة الجوينات بالنسبة للتنقل كان أوقات الفارغ من هذه سبعة يعني ملايين مرة يتحوج الثمانية ملايين جانا بحضا سيغطوا يبحثان تنزي المغرب يعني بحضان تنزي دول المغرب أدخل من واجبوا يعني تكنت من يعني تبدو ليس الوقت وهو إنما تكنت ريجن حاجة مهمة يوم بحضا خدم فما زي سعون دراسة النس وإنت في المشكلة حبيب هذا حما نخدم يعني شنو الخو أحلام من المقارن بالحلال أحلام بالحلال الجانش تفي الأحلام يعني عاد مش أفكر مصلحة الأجانب ما يستحدى عن كسير الإقامة الطالب وشكو شي مشاء الحقة تخدم ولكن شنو نش مرات نش حد يعني كسير كمرد يعني الدورة تني تحواجة بشا يعني الأقسام التحضيرية يعني يكون حضا بشا دي تبغى جامعة طالما عاد كمرد شنو محق شوية تخدم ولكن وخايا مني يعني ودين بوجن حاجة يعني أنه مساواتكم حضايا مغربي دو محضا إخر قندر تاتي دو كليمان بحيث أنه محضا إخر قندر كليمان غاس الحق مشنو أي مشنو يجنزي الشباب من كمرة يخدم من مايخ يعني هذه الأوقات أما بحضايا مغربية غاس 120 نهور الدعاء ما غير يخدم وانتي سعودو شامري سعودو منايا يعني تسد شنو بروتين قانشين تزيد المشاكل أت الإقامة نتفانات تما غاس الأوقات نسم حدودة يخدم يعني واجبو شنو يزدغنين نعم واخا بالنسبة لي أحلام يعني كبداية نمرختو القشم قد اللغة باش تقذ شعب الاقتصاد تما من خلال تما كبداية نم مع من ممزوارو خصوصا ديني وذان قس حسن تانغ وقس حسن عنغ رخصوخ المباشر تما من خلال تجربة نم ممزوارو ديني حد يرقى صعوبات ديني حد يرقى سهلة ونتاف طلب الجامعيين النغني تما يمكن واجي نشغى فاميليا نسن يمكن قشار راني يمكن قين غا تما غاسن أحياء يتجن خاص طلبة كشما أحلام يعني ثبت نمي غا تسيو ضضي إني تيني ذا غيس حسان خصوصا إني غا جا الطموح باش الكاميرا نتي غورين سند غليمان إخسان لدم أمزوات مشينا كلمات بنسا شاب اللي بيستاني تا دي خدام نعم لما دي شكايو ستالي غا ما دي غا وعا نعم يا من المشينا مزوات غوان سين شاب اللي من المغاس بورح أبي خذ مني أتتني أغاني قرأت أحد كل صغني سيخفينو نعم مش هذا نتاق من التكوت إذن حرف مغاني نعم سمعت لما غاتيري إذن الهدف أغس يوض أدي كل مجهود نعم وذيك مربي سخر ان شاء الله التوفيق والنجاح نغزال ولد عبد الكريم من غيني القوار نسان قارو يوذان خصوصا يمحضان تمحضارين يغجب طموح باش الكاميرا في غورين سن خصوصا انت يعني غس الشعب الاعمال الاجتماعية من غفيني ذا عبد الكريم يني تيني ذا بسسان نغزال المهم هو إنه يتكلم وتما وردا يعني سيرتو أتوجه للسلام ابن غير محضان يعني يعني نوان ما يني ذني تتي يعني كين تجربة وإن ما يني عاد المغرب في كندا سن قاسم يعني قبل مجهود نوم مغام يعني وتفشير مشى ويعني وجبوا يعني اللغة ديجن حش تنظن يعني ديجن ديجن تواف وها مش مكان شيء المستقبل يعني من الضيق يعني كل المجهود أضغان يعني الدراسة تبقى مشاني صح يعني واجبوا شحد يعني شن طالب العلم يعني وطولين سراج حاج الصبح من الماضي سبع اللي كل المجهود اللي يتبقى تلس المجالات للمجال الجمعوي مرة يعني من دي استفد بنادم أديك يعني هذه ويا صورة من تغزات وإن شاء الله يعني ما ربي ويتمنى بشد حاجات ما رشو محضا يعني تعمل في بعض إن شاء الله هذا كنيو كنيو في قبل اللي بالنسبة أحلام تاقين تقدر تصوت تاس خمسة وده كنا خلقنا هني ذا وري عبد الكريم مسقلي جن تمور انت ضم حضار تقولي ما نسيت ما إن شاء الله توفيق النجاح وصير في نوم غزاس وإن شاء الله تحقق مرة من تميت من الخضع نوم ذي المستقبل نوم إن شاء الله من ناحية الاستمرار الدراسة تقولي ما نسيت ما وما التوفيق ذي النجاح حيث ما ليس ميزن غد ساعة ناشر ذي الأخبار سير سنتريف تكسمي للذكريتي أواني الأخبار غام دعقب قرام قيم فكرنا وتحضر. لا تنسي.